رجعنا لكم مكملين معكم طبعا الجزء الثاني من حلقتنا اليوم للويكاند، ونرجع لكم كان باللافاريات والاسوام والحكايات اللي هم يهبلوا من عند ليبرتي فواياج. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول ليبرتي فواياج بوان كوم. جيناكم باك مزيان برشا، رحله لاسطنبول الباك شنو في 7 ليالي و8 ايامات، فيه فول ديريكت مع ترانسفير مع 4 ليالي اول انكلوزيف في انطاليا وما ادراك ما انطاليا. انطاليا للناس اللي تحب تعوم، تحب المناظر الطبيعيه البحريه الجميله، ومعهم 3 ليالي اون البيديه في اسطنبول. كان للنساء ولا الرجال اللي يحبوا يعملوا شوبينغ، رحله دوزونا منها انك تتمتع بالبحر وبالمناظر المزيانه، ومعها زاد كيف الشوبينغ اللي في اسطنبول، ومعهم بيان سور لي اكسكورسيون. خلينا نحكيوا على السوم واللي يهم الجميع. السوم شكون ابارتيغ نتاع الرحله هذه انطلاقا من 3 ملايين و250 دينار اون سبيس كونطون، يعني كي تمشي تخلص المونطون كامل دونك سعر الرحله هذه باش يكون 3 ملايين و250 دينار. وكان تحب تمشي بيان سور للفاسيليتي تدفع 450 دينار كدفعه اولى، وتدفع 375 دينار على مده 8 شهور، دونك التقسيط يكون على مده 8 شهور، والديبار نتاع الرحله هذه باش يكون اسبوعين، كل جمعه فما الرحله هذه. الباك فيه بيي دافيون، تذكره الطيران على تركش ايرلاينز، 4 ليالي اول انكلوزيف في انطاليا، ونعاود نذكروا 4 ليالي اون ال بي دي في اسطنبول. رحله جميله وموفقه للجميع، دائما كي تقصد دار كبيره ما تنجم تقصد كان ليبرتي فواياج، على خاطر الاسوام امباتابل والسيرفيس توب دو شي توب. ميرسي بوكو ليبرتي فواياج. نتعداو ديريكتومون احنا للشيف فتحي نكملوا معاها وين بدات في المنيو نتاعها وين وصلت. طبعا شيف ميرسي بوكو، انا هنيه باش نوريكم الطريقه السهله اللي تعملوا بها لي ميني كرواسون اللي سالي. هوني نجي حليت العجينه نتاعي كالعاده، البات فيتي نجي ونقصها كيما تراو فيها دي بوند ريكتانغولير كيما تشوفوا هكايا، نحففها من الحراف باش الكلها تفوج. نعرفوا اللي البات فيتي كان ما نحفولهاش حرافها ما تفوجش. نجي نحط ورقة على ورقة ونجي بالكورنو هذا ونقص دي تريانجل كيما تشوفوا فيهم هكايا، تريانجل سهلين ومزيانين. هذوما باش يوليو دي ميني كروسون فيتي، طريقة سهلة وبسيطة. بالطبيعة أنا أول حاجة عملتها خلطت الفخس متاعي اللي هي تن الموجة اللي بزيت زيتونة، حطيت له قوطة مرياح، جبن مرياح، خلطته مع بعضه، كعبت شوية عظم مصموت باش ما يصغر ليش الفخس. إذا كديما حط كعبة ولا اثنين باش الفخس ما يصغرش. الفخس انتم تحطوا اللي تحبوا، تحبوا تزيدوا هريسة سيكام وإلا أي حاجة تحبوا تزيدوها في لي كرواسون هذوما. المهم الطريقة اللي تعملوا بها لي سالي متاعكم تكون سهلة وبسيطة وما تصعبش عليكم، هذاك أهم حاجة عندي أنا. في معناها نعطيكم التكنيك وانتم تعبيو، معناها تنوعوا الجبونات، تنوعوا لي فاخس كيما تحبوا تشتهيوا، تنجموا أي تزيدوا معدنوس، تزيدوا أي حاجة تحبوا عليها. هنايا بالطبيعة ندهن بشوية ماء كالعادة باش يلصق في بعضه، جست ندهن الوراق باش نحي اكل الكسيم تاع الفارينه. ديما البانسو بالسحفه الماء عندي باش نحي بها كل بيليكول فارينه في وسط العجينه نتاعي نتاع البات فيتي. وتشوفوا كيفاش معناها كان تجربوها تشوفوا الطريقه نتاع لو فات اللي تنحيوك البيليكول بالماء. هذيك من الحاجات اللي باش تعجبكم برشا، خاطر اولا اللون يبدا مزيان يونيفورم الكل ومش كيما الدوغور، وان بليس ما عندكمش عظم اللي باش يطيح لكم الفويتاج، خاطر العظم يلصق فيه الفويتاج ما عادش يخليه يطلع. الوغ بالماء اعز طريقه نخدموا بها نلصقوا بها البات فويتي كيما لصقوا لي فولوفون والبوشي دو لاغين والحاجات هذوك. الوغ انا هوني تشوفوا كيفاش بالبوش الفخس متاعي خلطتها مليح، ونجي ونعبيها بالبوش كيما تراوها هكا. جست نحط شويه في التنقوره ومن بعد نجي نسكر عليها واللهوث ونحط في الطبق. هذيا كوشتي سخونه 220، ديما الفويتاج راهو يطيب في 220 درجه، اقل من هذاك يقعد ما يطلعش مليح. الوغ دو بريفيرونس ديما الفويتاج اعطيوه شويه نار من الاول ومن بعد نقصوا له النار
باش يشيح بالقداء، أما أول ضربة تعطيوه 220 باش ينجم يطلع يعلى ينفج. هذاك علاش نعرفوا احنا اللي البات متاعنا قلت لكم ما فيهاش خميره، ما فيهاش حاجات معناها زايده على الماء والملح والسكر والزيت، الوغ ما يطلع الا بالزبده اللي باش نحطوها هوني. كيما تشوفوا نسكر في الكرواسون بتاعي بطريقه سهله وبسيطه، هما يلصقوا في بعضهم وحدهم بك شويه الماء اللي دهنت بهم. انا نكمل هذا ومن بعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا اش باش يكون الحلو اليوم. الحلو متاعنا طليان ناكد لكم دي كوليستروني. الوغ طريقه سهله وبسيطه كيف العجنان والقدان متاعو اسهل ما فما. رجع لكم الكلمه لوطون اللي كملت هذوما ومن بعد نرجعوا مع بعض. ميرسي بوكو شيف، يعطيك الصحه. احنا خلينا نمشي ونشوفوا السبوت الخاصه بانتر موبل. مكذبش اللي قال في انتر موبل اسعار وموديلات تكذب العين ومرات. طبعا انتر موبل موجودين في 14 نقطه بيع موزعه على كامل تراب الجمهوريه من بنزرت وصولا حتى الجيبس، دونك دي شوروم تلقاو فيهم كل اللي يهمكم. العائله الكل تلقاو بيوت النوم، بيوت الصاله، بيوت صغار، بيوت الفطور وغيره وغيره وغيره. تلقاو حتى من الالكترومناجر كل شيء موجود عند انتر موبل. والاسعار والاسوام والاسعار اللي هما امباتابل والتقسيط كيف كيف متوفر والاسعار جد مغريه بكفاءات تونسيه. انتر موبل عندهم اكبر شين برودكسيون في كامل الجمهوريه، الشيء اللي يخليهم ويخول لهم انهم يدخلوا الاسواق العالميه وينافسوا الماركات العالميه بافضل جوده واحسن الاسعار. احنا خلينا توا نمشيو بحذا الشيفه تحيا عنا لتاب كات نتاع المنيو نتاعنا. ميرسي بوكو البنات، انا هنايا باش نعطي المقادير نتاع الكوليستروني. هذا يا ساهل برشا وطريقه العملانه سهله سورتو. هنايا عندي فاكهه ريحتها لوز وشويه بوفريوه، هذاك راهو سي فاكولتاتيف، اهم حاجه فيه هي حبه الحلاوه. يلزم رطل فارينه، 130 غرام سكر، 130 ميلي زيت، 130 ميلي حليب، معاهم هما قرصه ملح صغيره، باك وخميره تاع جاتو سمارت شيف. يلزمنا مغرفتين نتاع ماكله حبه حلاوه ومغرفتين فاكهه مرحيه. انا رحيتها بالطبيعه بالغوبو غيسالوبس اللي مينيا شواغ، هذه تعاون برشا في رحيان الفاكهه. اي باش نعجنها ذي الكل باش نعجنوا بالغوبو كوب، هذايا خاطر راهو لي غوبو كوب زادا يخدموا العجين، معناها مش مجعولين الا للرحيان. نجموا تحطوا العجينه نتاعكم الكلها تصبوها في وسطهم وهما يخدموا الخدمه نتاع اليدين نتاع العجانه، هذا الكل يخدموا الغبوكو. ما تنساوش تحطوا قرصه ملح صغيره في وسط الخليط نتاعكم. هنايا
نحطوا الزيت نحطوها كلها على بعضها، معناها ما يلزمهاش مقادير، معناها تقعدوا تعملوا كل حاجة تخلطوها وحدها. يلزم شوية كمشة صغيرة من الفاكهة نصب قد اللي تحبوا انتوما، هذيك نخلي لكم ليكم انتوما الاختيار. ما تنساوش الخميرة، أنا حطيت سكر فاني مع السكر باش ما ننساهش، ديما نحطه مع السكر والخميرة ديما نحطها مع الفارينة. هذوما الكل نصب عليهم، نبدا نخلطهم ساعة، ومن بعد نحط الحب حلاوة، ومن بعد نبدا نصب لهم في الحليب من وسط الماكينة بشوية، ندور بشوية. الوغ انا هذه ديجا ولات عجينه، شفتوا كيفاش الروبو كله يعجن هذا الكل، ما يقلقش، يلزمها تكون عجينه شايحه شويه. لطون اللي نخرجها من الماكينه نوريكم الفاصوناج نتاعها. ميرسي بوكو شيف، يعطيك الصحه. ديريكتومون تعداو مع الدكتوره مريم جونس، دكتوره اخصائيه في الامراض الجلديه والتناسليه. دكتوره، في بدايه الحصه كنت قلت لنا باش نحكيو اليوم على تاثير الشمس على البشره نتاعنا، لي بيان في نتاعها بيان سور، ونحكيو على المضار نتاعها، وطبعا كيفاش نتجاوزوهم هالمضار نتاعهم. ايفيكتيفمون باش نحكيو على دور الشمس على الجلد، سورتو لي توا الحال صيف وسخنه الدنيا وكثره الشمس، يسوفي واحد يخرج باش يشوف قداش الشمس قويه في الانفيرونمون نتاعنا، واحنا ك العباد اون جينيرال ونساء اون بارتيكولي نحبوا نحافظوا على الصغر نتاع البشره نتاعنا، ونحبوها تقعد لو ماكسيموم لا بلو جون بوسيبل، وما تكحالش وما يكونش فيها نمش وكلف ايتترا ايتترا. وهذا كيما باش تفهموا الشمس عندها دور كبير برشا على الكبر نتاع الجلده. وحبيت نعرف انتم ما عندكمش شي فكره المئويه لا بار نتاع الشمس على لو فييسمون نتاع الجلده، عندكم شي فكره؟ لا حقيقه 90% أبو. 90% نتاع الفييسمون نتاع الجلده من الشمس. معناها كلامك هذا يقول اللي كل غيد في وجهي ولا كل تاش نوار ولا كل اكني ولا كل مشكله راهو ندور 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 باش نلقى 90% من المشكله هذه البورسنتاج نتاعها من الشمس. فوالا، حبيت نوريكم الوجه هذايا، اش قال لكم قداش قد هذايا ديزون اعطيوه عمر 77 75 فوق 70 باهي. الوجه اللي بعده، الوجه اللي بعده اللي بعده 55 لا اكثر اكثر شويه في السبعينات، زاد ممكن في الستينات اواخر الستينات. باهي نتعداو للتصويره اللي بعدها. التصويره اللي بعدها هو فات افكتيمون هو فيديو، هو نفس الوجه نفس الوجه. اما السيد هذايا كان يخدم بوتيي يسوق الكمايل، دونك عدى حياته الكل. تو تشوف التصويره اللي بعدها، عدى حياته الكل البارتي هذه نتاع وجهه مسهوده في الشمس، مسهوده في الشمس. وهو بيدو فرد عبد، التصويره خرجت معناها في دون جورنال بوب، معناها غران بوبليك ماهوش جورنال سيانتيفيك، لا لا غران بوبليك على البي بي سي ان فيت خرجت. تورينا اكل بوان المفعول نتاع الشمس على جلده، معناها افكتيفمون راهو اكثريه التجاعيدات لي غيد اللي يجيو في الوجه ولي تاش اللي يجيو في الوجه يجيو من الشمس. 90% نتاع الفييسمون نتاعنا من الشمس. توا مدام دكتور فجعتنا شويه، احنا صيف وبحر وبرونزاج، عندنا امور معناها اللي فاهم في الصيف مع البرونزاج. يعني احنا نبداو نستناو في الصيف، انا بيرسونيلمون نبدا نستنى في الصيف وقت الشي يجي باش نمشي نتبرانزا ونبدل اللون نتاعي وناخذ اكتال مزيانه، وتلقاني جو ميتال وجو ميكسبوز للشمس، نقعد بالساعتين والثلاثه، وعمري ما خممت انه الشمس عندها تاثير بالطريقه هذه على البشره. يعني انا تفاجات بالحق. لا هذه التاثير له الحد هذا كما قلتي بالطريقه هذه، وان بلوس راهو السيد هذا كان وراه باللارا، دونك يتسمى لي يو في بي يتعداو اقل، دونك يتسمى عنده شويه حمايه. اي بورتون هاك شفت، دونك يلزمنا نفهموا اللي فما الشيخوخه اللي تصير في الجلده، فما الشيخوخه الانترانسيك اللي تجي من لي زورمون، تجي من الفييسمون، من العمر ان فيت سي اون فو، من لوكسيداسيون، تجي من حاجات انترانسيك من البدن. الميكانيزم العادي العادي والحاجات اللي نجموا فوالا سي سا الحاجات الانترن، وفما لو فييسمون اكسترانسيك اللي فيه الدخان، فيه لا بوليسيون، فيه الشمس. الشمس
90% تاع الفيسمون كيما شفتوا. اي دايور نفتنوا كيف نغزروا حتى لرواحنا ولا نغزروا لماماتنا مثلا انا نتاعي الله يرحمها مي كيف نشوفوا وجهها باغ اكزومبل ولا وجه لا بارتي نتاع الكرش سان ريان افوار. اي ولازمنا نفهموا زاد انه النساء الكبار ما عندهمش لو ميم كوتيديان كيما احنا ما كانوش يمشيو برشا للبحر ديما محجوبين وعندهم العيب وكذا وما يتعريوش يمشيو البلاصه خاطر نجموا نحكوا عن نساء الفلاحه مثلا انا في كابون ولا في نابل نساء الفلاحه تلقى وجهها لون تلقاه غامق اوغ كو في نابل التا معروفه بيضاء وتلقى بقيه بدنها فاتحه وجهها ويديها يبداو غامقين وفيهم كلي تاش برون الكبار هذوكم المش الكبير وليغيد انا نقول احنا نعززوا بمانير خايبه من نعززوا بمانير خايبه اونتر اوتر على خاطر الشمس اونتر اوتر على خاطر الشمس ويلزمنا نعرفوا زاده باش ما نخوفكمش ياسر راهو ماناش كنا اوني با توس ايغو بالنسبه للشمس فما حاجه اسمها الفوتوتيب فما حاجه اسمها فوتوتيب اللي هي سان كونسيبت سهل اللي هو فينالمون اللون نتاع الجلده ومدى تعاملها مع الشمس عندنا لي فوتوتيب 1 و 2 سيتي فوتوتيب كلير فاتحين ما يتبرانزيوش نعرفوهم اللي يقعد احمر صيف كامل أيوة يمكن ما يتبرانزيش بكل ما يكحلش انت يظهري ما تتبرانزيش برشا دكتور الفوتوتيب فوالا دونك فما لي فوتوتيب 1 و 2 ما يتبرانزيوش بكل مي جينيرالمون يبداو عينيهم فاتحين شعرهم فاتح دونك فما لون الجلده لون العينين لون الشعر والعلاقة مع الشمس فما لي فوتوتيب هذه تصويرة كي تشوفوا الجلده المغطيه والجلده مش المغطيه الوغ كو هذيا ماهيش فلاحه معناها البحاره زاده اي دونك وفما لي فوتوتيب 3 و 4 اللي لونهم اغمق شويه ويحمروا بعديك يتبرانزيو وفما لي فوتوتيب 5 و 6 اللي ديريكتومون يتبرانزيو مانيش كلنا معناها عندنا اون ريلاسيون افيك لو سولي كيف كيف الفاتحين هما اللي عندهم اكثر توليرونس والا اللي يتحملوا اكثر من لي 3 كاتيجوري اللي قلت لنا عليهم هذا انهم اللي طاقه تحملهم والا لادابتاسيون نتاع البو نتاعهم تكون خير فيزافي الشمس الوغ ديما اللي جلدتو اغمق عنده ان كاباسيتي دو ديفونس اكبر على خاطر من لي ميكانيزم دو ديفونس اللي عندنا اللي نكونوا الميلانين باش نغميقوا باش لي زي في يدخلوا اقل قد ما نبداو غامقين قد ما لي زي في يدخلوا اقل في وسط الجلده اي دونك يعملوا ان افي موان امبورطون في الجلده كو سوسوا سطحيا والا او نيفو دو ديرم لي تبقى دونك عندنا لي فوتوتيب كلير عندهم ريسك الكبير اللي عندهم هو السرطان هو الاورام سرطان البشرة الاورام اللي جلدتهم اغمق الريسك اللي موجود هو أقل. الريسك سي فري سرطان اقل اما البلايص الغامقين هنا بلوس توندونس باش نعملوا الكلف الدسه البلايص الغامقين هذوما اللي تحكي عليهم اللي تاش بروي جوستومون باش نهنيو معناها المشاهدين راهو احنا جينيرالمون في الميديتيراني البو نتاعنا غامقه كوميم دونك جماعه يعني مانيش فريمون في ريسك كبير للكونسير ما نجموش نقولوا لا سوسيتي كل عندها ريسك كبير للكونسير اقليات هما اللي يظهر لي عندهم الريسك هذا بالضبط اقل المئويه نتاع التوانسه اللي البشره نتاعهم فاتحه صغيره وصارت فما اون ايتود صارت في نابل في زغوان اتسيتيرا وراوا لي اغلبيه العباد فوتوتيب 3 و 4 3 و 4 معناها لي فوتوتيب الفاتحين بالكل قليل اللي عندنا اي جينيرالمون دون سارتين ريجيون حتى 4 و 5 لازم نسالك حاجه ممكن نلموا بها الموضوع شويه شنو تعمل يقول القائل الشمس في وقت معين فما ديوغي خاطر ظهر لي فما تايمينغ معين هو بين 11 ولا 10 نتاع الصباح لما 3 نتاع العشيه شنو تنجم تعملوا في البشره شنو هما لي ديغا اللي تخليهم في البشره الشمس شنو تعمل بالضبط الوغ احنا فما البيريود اللي تحكي عليها من 11 حتى كشي الاربعه ولا في تونس من الاربعه من 10 حتى كشي الاربعه خاطر هو شنو اللي يتحكم فينا هو الاندكس لانديس يو في داكور لانديس يو في لانديس يو في هو الكميه نتاع لي يو في اللي دخلت لنا على سطح الجلده نتاعنا اللي على سطح الجلده وعلى الارض ان فيت داكور دونك قبل العشره لانديس يو في قليل اقل اللي 3 و ا بارتير دو من 10 حتى كشي الاربع لاندي سي في يولي اعلى برشا اي دونك يل سوفي باش تخرج شويه باش ديجا الكميه نتاع لي زي في اللي يجيو كبيره برشا دونك هذه بالنسبه للكميه بالنسبه لشنو تعمل الشمس بون عندنا راهو قبل ما نتعداو لي زيفي نيجاتيف عندنا راهو دي زيفي بوزيتيف خلينا نبداو بهم عندنا دي زيفي بوزيتيف عندنا نعرفوها الفيتامين دي عندنا لا لومينوثيرابي ولا لا لوموثيرابي اللي هي لا ثيرابي بالضوء
كو سوا على على الامور النفسانيه. فما عباد كيف يبداو في بلاصه ما فيهاش فيها برشا 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 شمس يعملوا دي زيكرون هكا كبار نتاع الضوء باش يضوي مش البشره نتاعهم سي فريمون على لي في نتاع على النفسانيه نتاعهم. يدخل علينا الربيع هكا بالشمس نتاعو بالدنيا تحس العباد تتبدل نفسيتهم يبدا يحس روحه خير بالضبط ويحس روحه ينجم يرقد اقل يحس روحه خير نحسوا روحنا خير في الصيف على خاطر الضوء باهينا باهينا للنفسانيه نتاعنا باهينا للفيتامين دي يقولوا دكتوره زاده كيف كيف باهي زاده للفيتامين دي اللي هي سين فيتامين سنترال راهي في الـ في الـ في البدن نتاعنا كو سوا في المناعه في البسيكيزم في الشعر في كل شيء. وبخليه وبارابور على المناعه جوستومون انت قلت الشمس عندها مفعول على المناعه نتاع الجلده نستعملوها في بعض الامراض كيما الصدفيه كيما البرص كيما لا درماتيت اتوبيك اللي هي نوعيه نتاع حساسيه تجي عند الصغار يداويو بالشمس. نقولوا مثلا للعباد اللي عندهم الصدفيه باش يمشيو للشمس الخفيفه نتاع الصباح يقعدوا 7 ثواني نتاع الصباح فوالا شمس الخفيفة افيك ان انديس يو في كي ني با امبورتون ياخذوا 12 نتاع شمس على الجلده باش يبريو باش يداويو ان فيت الصدفيه نتاعهم البراس هذا كيف كيف والدرماتيت اتوبيك. دونك فما حاجات نافعه من الشمس احنا متاكدين من الحكايه هذيا. الحاجات الخايبه كما قلنا عندنا الكانسير دونك عندنا الكانسير اللي بالحق في تونس المئويه نتاع الشعب التونسي لابار اللي يعني عندهم فوتوتيب فاتح ماهوش كبير برشا. عندنا قلنا الفيسما وشفتوه اي سا سي فالابل عند الفاتحين بالاخص عند الفاتحين مي زاد على اللي اغمق شويه يصير فيسما حتى عند العبد اللي عنده جلته اغمق شويه. وعندنا اونتر اوتر لي تاج برون لي تاج برون بار كونتر احنا في الميديتيراني بالجلده نتاعنا القمحيه شويه دونك فوتوتيب 3 فوتوتيب 4 فوتوتيب 5 اوني بلوس ا ريسك عندنا اكثر امكانيه باش نعملوا لي تاج برون كو اللي عندهم الجلده نتاعهم فاتحه. واحنا مشكله كبيره المراه التونسيه التسة والكلف فما بعض النساء اللي متقلقين برشا منهم اي اغلبيه تعملوا عقده نفسانيه يعني يقول لك شبيني انا ما نغسلش وجهي ونخرج علاش نقعد ديما نحط في لي فون دو تان والا بور كاموفلي. اعطينا هنا حلول دكتوره الحلول اعطينا لي زاستوس نعطيكم لي زاستوس ما نعرفوش ما نتبرانزيو يلزم ديما وهذا بالاخص للصغار اما حتى للكبار او من 10 لـ 4 سامحوني ما عندي حتى حل كيفاه انا بالنسبه لي انا عمت القايله تراديسيون فهمتك اللي تمشي في القايله والله انا هاني قلت لك لي زيكرون لي زيكرون يعملوا مفعول حتى لحد معين حتى لحد معين راهو اي نو بوف با فيلتري كل شيء كيف تبدا دوزه كيما دوزتنا نتاع القايله راهو لي زيكرون ما ينجموش يعملوا حاجه كبيره خير يفو ميو تعوم كانك ناويه تعوم في البيريود هذيك يفو ميو تحط ان اكران تقعد في الظل من بعد تحط في تقعد في الظل وتحط ان اكران خير ملي ما تحطش اكران دونك باش يحميك باش يحميك اما ماهوش 100% ماهوش 100% ولا بروتيكسيون اورير ولا بروتيكسيون فيستيمونتير ديما خير. نرجعوا للاستيوس باش نرجع للاستيوس نتاع الميلاسما نتاع الدسه الكلاف دسه نرجعوا للاستيوس نتاع الميلاسما فما دو بتيت استيوس تري تري سامبل. اول حاجه ما نحكوش ما نحكوش القماش الكيسه اكثر حاجه تغمق الجلده بعد الشمس هي الحكايه ذوكم اون لو فوا وقت اللي البلاصه نتاع السلي نشوفوها البلاصه نتاع السلي كيفاش منظرها غامق ركيبنا اغمق من الباقي نتاع البدن هذوما اغمق من الباقي نتاع البدن هذاك من الحكين دوك الحكين ابسوليومون با. ثاني حاجه نردوا بالنا على الهرمونات نتاعنا اللي ياخذ البيلول المصاب معناها اللي بيلول كونتراسيبتيف باش فوالا باش ما يحبش فوالا والا الحامل يلزمها ترد بالها برشا من الشمس تحط ديما دي زيكرون هذوما لي دو كونساي سامبل. بالنسبه للشمس يلزمكم تعرفوا اللي الدسه هذيا راهي تجي عندها سي فري الهرمونات وكل شيء اما راهي المراه اللي ما تمشيش في الشمس مش موجوده راهي اما المراه اللي ما تمشيش في الشمس ما تعملش دسه تنجمني واقعيتك دكتور فوالا مش ما تنجمش قول للناس ما تخرجوش في الشمس ما نشوفش التونيل حتى فوالا اكزاكتومون دونك كيف ما تمشيش للشمس ما تصير لك سداسه باش تمشي في الشمس دونك باش نحاولوا نحميو روحنا بروتيكسيون فيستيمونتير المظله نتاعنا المزيانه وكل شيء بروتيكسيون با اوبليغاتوارمون اللي راهو حكايه البيضه راهو ماهيش الابيض يل ريفليشي لي انفرا روج دونك ما تسخنش بالابيض اما لي الترا فيولي يتعداو اكثر بالابيض وي ايوا سمعتوا كيفاش الابيض والاكحل لا لا هذايا بالنسبه للسخانه دونك يلزم قد ما يبدا غامق او كونترير يعدي اقل لي انفراروج لي الترا فيولي انت ان فيت لازمك كيف تشد القماش تحس روحك في الظل ما يتعدلكش تحس روحك في الظل
D'accordo. بالنسبه للنساء اللي عندهم دسه فما اون بروتيكسيون بارتيكولير على خاطر اون سي روندو كونت في العوام الاخرانيه اللي لي يو في بي عندهم مفعول لي يو في ا عندهم مفعول اكثر من لي يو في بي دونك كيف واحد يشري ايكران باش ما يغمقش مش حتى مش على الدسه باش ما يغمقش يلزموا فيه ان انديس دو بروتيكسيون ضد لي يو في ا محترم موجود داكوردو كيفيه جوستمون هذيك المشكله هي زادت باش نزيد نعقدها لك خاطر توا الاس بي اف واضح اس بي اف 30 اس بي اف 50 تنسنا بيهم 100 لا 100 سا نيكزيست با ولا فما 30 50 50 بلس لو 100 نيكزيست بلو على خاطر كيف نحطوا 100 تظهر لنا كاني بروتيكسيون توتال توتال سي با فري ما بين 50 و 50 بلس فما 1% ولا حتى 0.5% حكايه فارغه داكورد دونك ما عادش فما اس بي اف 90 و 100 ما عادش فما موجودين ما عادش موجودين دونك هذا الاس بي اف نتاع اليو في بي اكاهو اللي هي حاجه تتقاس دون دي لابوراتوار اسكو فما حموريه تطلع والا لا يو في بي بي بيرنينغ ما حكيناش على اليو في ا تا فوالا يو في ا معناها سي اون ميزور وحده نقيسوها وحده والقيسان نتاعها مازال وما تفهموش بالكدا بالكدا لي سيانتيفيك كيفاش يقيسوها القيسان نتاع اليو في ا كي قداش تغميق الجلده بي بي دي بيجمنت بيرسيستنت بيجمنت داركنينغ داركنينغ معناها تغميق داكوردو هذا اليو في ا وكيفاش تكتب على تيوب زاد كيف كيف ما فماش حاجه واضحه دون لي بيي فرانكوفون وفي تونس عندنا مكتوبه تبدا اس بي اف وتبدا تبدا مكتوبه يو في بي وعندك يو في ا باللحظه لا مدوره معناها مينيموم 30% واضح داكوردو كيف تبدا يو في ا يو في بي يو في ا مكتوبه هكا هاو ما نجموش نعرفوا قداش البورسنتاج واضح داكوردو يعطيك الصحه مشكوره تفضل سي غستم انت خايف على بشرتك زاده لا بخل سي نورمال ايماج دو مارك راني كونفورتيك سوتيم ولا فما حاجه اخرى الشمس قالت لك تكبر وانا ما نحبوش نكبر حق الدكتور زاده هكا ولا ما يلزمناش نكبر مازلنا صغار هكا نجمعوا ما بين معناها الحمايه نتاع الديماتولوجي والماكله دونك هي كامله شامبينيون يضروا الشمس ولا ما يضروش؟ ما عندوش مفعول كبير ينقص شويه في الالتهاب خاطر كيما قلت لك الشمس عندها مفعول على المناعه اما ما عندوش دور كبير باش يبري شامبينيون لا مش يبري اسكو يزيد يضر ولا يعني الى غاب واحد يبدا عنده شامبينيون باش يهبط يعوم شمس راه مازال راه يزيد نفهم فيك انت تحكي على شامبينيون اللي يطلع على البدن من هنا هذاك اون فيت شامبينيون كيف يجي على الجلده نتاع العبد يخلي البلاصه هذيك ما تغمقش اي ودونك يزيد يظهر اما هو في حد ذاته لا يكسر لا ينقص لا حتى اما يزيد يظهر خاطر البلاصه اللي فيها شامبينيون استيتيكمون يزيد يظهر يولي انكور بلوس كونتراستي خاطر الجلده اللي داير سيره بالبلايص اللي فيهم شامبينيون تغمق دكتور عمل كونسلتاسيون رستم بوغليش مشكوره دكتوره مريم جونس دكتوره اخصائيه في امراض البشره والامراض التناسليه يعطيك الصحه بالحق فسرت لنا برشا مفاهيم انا برشا حاجات ما كنتش نعرف شفتو يو في بي يو في ا ما كنتش فرق ياسر ما بيناتهم ميرسي بوكو ليك اكيد ان شاء الله في حلقات قادمه في الموسم الجاي ولا ما تكون موجوده معنا على كل حال رستم تعدي لك ديريكتومون انت عملت بعد الشامبينيون بعد الواحد انت عملت كونسلتاسيون على روحك انا عملت كونسلتاسيون هكا قعدت مع الدكتور عطيني عملنا كونسلتاسيون وديغنوستيك لسوتي وكونفورتيكس سي نورمال باهي الجمعه هذه كما وعدنا الساده المشاهدين اللي عندنا الدو بلاس نتاعنا اللي هي البرستيج اللي المره اللي فاتت ربحنا الكانابي لي المره هذه جبنا البرستيج اللي قلنا فيها اللي هي الميزور نتاعها 2 متر ومتر و60 لورسكون دي برستيج الور لا رانا نحكيو على لانديبوندونس دو كوشاج وقت نحكيو على لي روسور اون ساشي فوالا نحكيو على لي روسور اون ساشي لهنا المادلة نتاعنا هذه تو سكي موس نتاعها كله دو لا اوت كام حاجة أخرى اللي هو البورتور نتاعها كامل اون موس هي الكركاس اون موس وفما لي روسور اون ساشي موجودين بور كوشاج كيفاش هي لانديبوندونس دو كوشاج لكن حاجه اخرى حبيت نتحرك جنبك هو وريق ما يفيقش بيك وانت تحرك حاجه اخرى نحكيو فيها بالكدا بالكدا اللي وقت نحكيو على البرستيج خاصه في الجام نتاعنا لهنا فيها تروازون حاجه حبيت نزيد نفسرها شويه لكن غدوه الحين نزيدو نتعمقوا طبعا لو بوا نتاع الكتف والباسان والساقين ماهوش كيف كيف حاجه هايله مش كيف كيف معناها لهنا في المثل نتاعنا باش نلقاو تروازون معناها لي روسور اللي في الميليو مش كيف كيف ماهوش كيما اللي خاطر البوا مش كيف كيف خاطر البوا مش كيف كيف البوان دابوي ماهيش كيف كيف مش كيف الباسان يضحى لي سي نورمال لهنا عندنا تروازون موجودين لهنا الواحد باش
يرقد يبدا راقد مرتاح، اللي بجنبه وقت يتحرك هذا هو الانديبوندونس دو كوشاج نتاعنا. الغارونتي نتاعها 7 ans تيسي اونتي اكاريا اونتي بكتيريا العالجي هذايا عند كونفورتيل فوالا والفساد نتاع الصيف والفساد نتاع الشتاء. دونك فساد الصيف تكون بالكوتون بالكوتون، فساد الشتاء اللي تكون دافيه بالوقت باللان. هذه باللان وي فوالا. لهنا باش نمشيو للتيسي اللي كما قلنا احنا لونتي اكاريا اونتي بكتيريا، وغدوه الحي نزيدوا نفسروا للساده المشاهدين واللي يحب يربحها اللي يحب يربح المثلة. انت ديما تحرق لي المراحل يا رستم. دونك المثلة هذيا للربح، راك انت ولا تنجم تربح المثلة هذيا. كيفاش؟ كي تدخل على الباج فيسبوك اوفيسيال دو كونفورتكس، تحط جيم على الباج، تحط جيم على الببليكاسيون، زاد كيف تبارتاجيها اون بوبليك على الميور نتاعك، وتاغي ثلاثه من صحابك ام كومونتير على الباج اوفيسيال دو كونفورتكس. ان شاء الله تكون انت ولا هي من الرابحين نتاع المثلة العزيزه الغاليه هذه اللي هي 2 مترو على مترو 60 مثلة بريستيج من عند سوتيم وكونفورتكس اللي الجارانتي نتاعها 7 سنين. ميرسي بوكو ليك رستم، انت مازلت قاعد معنا، مازالوا عندنا برشا فقرات وبرشا ضيوف باش يلتحقوا بينا في الويكاند، لكن قبل هذا نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا نكملوا مع بعضنا. كي يسالوك على الاصل الطيب قول لهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصنعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا. صناعة الأجبان، أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاصتو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. طالت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا، ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا، كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا، ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حضرناه سلا سلا، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. ما سمحت شيف مسهل هالبنة. سيغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيار تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات.
أوفر اليوم باش يكون كوكوت من عند لواميس أونينوكس 1810، فيها أربعة ألوان روز دوري نوار وغوج. السوم نتاعها هو 199 دينار معها أن فاز كادو والليفريزون غراتويت وتجم تتمتع بالتقسيط. عسلامة مرحبا. عندنا ريزرفاسيون 300 دوز ادولت ان انفون. عسلامة مرحبا. حتى احنا كيف كيف. زعما قداش كلفة تمام؟ ما نعرفش. ما نتصورش باش تلقاو اوفر خير من اللي لقيناه احنا. تصور 300 1000 دينار اكاهو. احنا 800 دينار اكاهو. كيفاش عملت بربي؟ سامبل برشا، تدخل على سيت ليبرتا فواياج تلقى احسن عروض الصيف باسواق ما كيفاش. تسمع؟ باش ما تندمش وما تخسرش فلوس وتضمن احسن سوم، ما تضيعش الوقت. ادخل على libertavoyage.com. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول libertavoyage.com.